من الكرسي ما عم يتزحزح لازق في ايده الجردون، محاسس بالناس تعبانه ابو رقبه ولا هو هون. لذيذ لا غص بتلاقي اكلتنا والله لديون، نظامه من اصله فاسد حملنا هموم عالي هموم. من الكرسي ما عم يتزحزح لازق في ايده الجردون، محاسس بالناس تعبانه ابو رقبه ولا هو هون. بالرشوه بتصير وزير ولو كانت اجدب مجنون، ما حدا بيحكي ولا همسه مصيره فورا للسجون. هاي جيشه جيش ابو شحاطه بيعفش برد وصحون، هاي جيشه جيش ابو شحاطه ما بيخلي ولا شي بالكون، هاي جيشه جيش ابو شحاطه ما بيخلي ولا شي بالكون. اخي كرمال الله لا حدا يحكي معي، لا حدا يقارشني بنوب، لك تتركوني بهمي يا زلمه. ساعه تعت غدا وساعة روح على شغلك المحل مسكر، وساعة جبن اغراض، لك ما بدي ساوي شي، اتركوني بقى، اتركوني بهمي. شبك ابو محمد شبك؟ نحن اجينا لعندك لانه شفنا محلك مسكر. لك يا ابو محمد اذا مرضان عاوز مصاري، اذا عندك اي مشكلة بنحسن نساعدك بحلها، والله ما بنقصر. لك اخ شو بدي احكي الواحد، لك انا مشكلتي من جوا زعلان. لك خير على شو زعلان؟ لك زعلان على هالبلد اللي راحت وما حدا سمع عليها. عايشين هون بالشام فوق القهر والفقر والجوع والظلم، ولسه كمان بدنا نخسر اغلى شي عنا يا. لك بدنا نخسر اعشي؟ لك بلحظة واحدة راح كل شي، مو حرام؟ لك حرام ولا مو حرام؟ ابو محمد عن شو عم تحكي؟ صدقني انا ما عم بفهم عليك، وضح لنا اكثر. لك يا اخي بركي بنحسن نساعدك بشي. لك ابو قاسم شبو صاحبك شبو؟ ما بعرف شو صاير له، مالك شايف؟ شوفت عينك. لك وضح لنا يا ابو محمد فهمنا. راح وضح لكم، لانه الظاهر انتم مو عايشين بهالبلاد كلها. شلون يعني ما لنا عايشين؟ وين عايشين؟ لكن بالمريخ. ايه سيدي بالمريخ، لكن مبارح بالليل صار حريق كبير بسوق ساروجا، وانتو مالكن هون؟ لك ما في محل ما في بيت الا ما في اثر او معلم تاريخي، وكله احترق وما صفي منه شي. لك انا هون ببيتي ما عاد طصيت الاولاد من كتر الدخنة، عدل على ايدك لشوف. احترق بيت التراث الدمشقي ومديرية المتاحف ومبنى الوثائق التاريخية وقصر أمير الحج وجيه دمشق عبد الرحمن باشا اليوسف، وحوالي 10 بيوت من يلي عمرن 400-500 سنة. لك ايه مو شي بيفلش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، لك الله ينتقم من اللي كان السبب. امين امين. لك يا شباب يعني السبب كلياتنا بنعرفه، ايه مو معقول تحترق كل هالمنطقة بالغلط او بالصدفة، وكلياتنا بنعرف مين ورا هالموضوع، مزبوط أما لا؟ لك مزبوط كلامك. وبيني وبينكم أنا سمعت إنه إيران هي ورا هالعملة هاي. لك إذا مو هي مين بده يكون؟ القصة إنه إيران بدها البيوت هاي من زمان، وعرضت على أصحابها مبالغ كبيرة بالملايين، وصار بدها إياها بالزور بالقوة بالتفاهم، بدها البيوت بدها البيوت. صحيح صحيح. لك وانا بعرف لكم اكثر من 11 واحد منهم ما رضيوا يبيعوا، لذلك ايران الله لا يعطيها العافيه شو ساويت؟ شو؟ بعتت كم واحد من الزعران تبعها وهن اللي عملوا هالعمله، مبينه واضحه الشغله، واضحه اخي. والله كلامك ذهب يا ابو محمد. إلكن لك اخي، وهيك بتصير البيوت كلها رماد وما لها قيمه بعين اصحابها، وبدل ما يدفعوا الملايين والمليارات بصيروا بيشتروها بتراب المصاري، وخصوصا بعد ما احترقت. ايه وبيبلشوا لك بقى يبنوا لك فيها على حسينيات، ويعملوا لك الرموز الشيعية تبعن على غيره وغيراته. يا عمي هذا الكلام مزبوط 100%. بعدين انا خبرني ابن عمتي مثل ما بتعرفوا كان عنده محل بسوق العصرونية، تتذكروا لأبو حسين سرحان؟ بعرفه. قال لي قبل ما يحترق السوق بفترة إجاهن دلال وبده يشتري 3/4 محلات السوق، وبعد فترة وجيزة ما شفنا غير السوق كلياته احترق. شو بتفهموا من هالحكي؟ شو بتفهموا يا جماعة؟ إيران مبينة هي اللي بدها تستملك وتصير صاحبة المنطقة. إيه ها؟
يا عيني عليك. لك آه يا أبو عبدو آه. لك آه لما بزمانه كنا نتفرج على فلسطين واليهود وهن عم يطالعون من بيوتهم، وخاصة وين؟ بالقدس. وبأيامها كانوا يعرضوا عليهم مصاري ملايين الدولارات، والفلسطينية ما يرضوا يطلعوا ويبيعوا. بس أنا بعمري وبزماني ما كنت أتخيل إنه هذا الشيء رح يصير عنا هون. وين؟ هون بالشام. إيه والله يا أبو محمد، لكن هاي شام الأمويين هيك بيحتلوها ببلاش. حسبنا الله ونعم الوكيل. أخي الظاهر نحن محكوم علينا بالموت بشي سكتة قلبية أو شي جلطة تضربني من هالمنظر هاد. لك وكل ما بتذكر الحريق يا زلمة عقلي من راسي بطير. لكن مو حرام كل هالمعالم هي؟ لك مو حرام كل هالآثار هي تروح هيك؟ إيه والله والله ما لكم يمين علي، يمكن البيوت عندي إياها أغلى من أولادي. لك آخ آخ شو بدي أحكي الواحد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا أبو رأبة، حسبنا الله ونعم الوكيل. لك هدي صوتك بس أبو محمد، شو صار لك؟ وطي صوتك. لك أخي هيك بيوت بإسبانيا وقت اللي صارت الفتوح الإسلامية ووصلوا للأندلس، نقلونا هاي الحضارة وعملوا البيوت العربية. هاي البيوت هلأ عاملينها مثل المتاحف والمعارض وبتجيها الزوار والسياح. اتفرج هالمعتوه شو عم يعمل، عم يسلم رقبته للفرس، فمعناته الموضوع ديني بحت، ديني بحت جوا الكلام. بعدين تعال إلا هذا الأجدب بشار فارق معه كل هالشغل أصلا؟ أساسا هو كل هالشغل تخطيطه. وليش لحتى يزعل على الشام؟ هو مو منا. لك مو بس مو منا، لك هو ما بيطلع بإيده يعمل شي. روسيا وإيران احتلوا البلد، هي من الآخر. من الكرسي ما عم يتزحزح لا زئفيه تقول جردون، محاسس بالناس تعبانة أبو رأبة ولا هو هون. لذيذ لا غز بتلاقي أكلتنا والله لديون، نظامه من أصله فاسد حملنا هموم عالي هموم. من الكرسي ما عم يتزحزح لا زئفيه تقول جردون، محاسس بالناس تعبانة أبو رأبة ولا هو هون. بالرشوة بتصير وزير ولو كانت أجدب مجنون، ما حدا بيحكي ولا همسة مصيره فورا للسجون. هاي جيشو جيش أبو شحاطة بيعفش برد وصحون، هاي جيشو جيش أبو شحاطة ما بيخلي ولا شي بالكون، هاي جيشو جيش أبو شحاطة ما بيخلي ولا شي بالكون.